مونتي كارلو الدولية. مهرجان كان سينمائي دولي 2011. مأدبة غذاء نظمها جناح مكتب السياحة اللبناني في مهرجان كان السينمائي على شرف السينما اللبنانية عموما، وبمناسبة عرض فيلم وهلأ لوين للمخرجة اللبنانية نادين لبكي. مأدبة الغداء كانت في مكان على شاطئ مدينة كان يحمل اسم الشاطئ الأبيض بحضور وزير السياحة اللبناني فادي عبود والمخرجة نادين لبكي وزوجها المؤلف خالد مزنر، ولكن لم يبقيا طويلا. كان لنا حديث مع بعض الحاضرين، منهم طبعا سيرج عقل رئيس المكتب مكتب السياحة اللبناني وهو منظم هذه المأدبة، ويحدثنا إيمان عن دور الجناح اللبناني في مهرجان كان السينمائي. الجناح اللبناني موجود بكان يستقبل كل المخرجين منتجين اللبنانية يلي عايزين موقع بكان فيقدروا يتعرفوا على عالم مخرجين أجانب ويقدروا يعملوا ترويج لشغلهم. هذا شيء كتير مهم بكان، لأن تعرفوا السوق العالمي كتير كبير وصعب لمخرج لبناني صغير يعرف عن حاله ويعرف عن شغله. اليوم نحن كتير فخورين انه فيلم نادين لبكي موجود بكان بالسيليكسيون ان سيرتان ريغار. وزير السياحة فادي عبود سيصعد سلالم قصر المهرجانات عند الساعة 10 من مساء اليوم عند العرض الرسمي لفيلم وهلأ لوين للمخرجة نادين لبكي، طبعا مع طاقم الفيلم نستمع اليه. بدون ادنى شك فخور جدا يعني، وخاصة بنادين يلي هذا مش أول فيلم عم تعمله. كرمال السنة الماضية هيك كمان حسيت إنه في يعني في شيء لنعطيه للعالم. وبدنا نتذكر شغلة إنه نحن قد نكون أكثر شعب معولم أو يعني بالإنجليزي كوزموبوليتان، فبالتالي يعني بيكون عندنا نكهة خاصة بموضوع السينما ما بيقدر غير شعب يعملها. يعني نحن تدقائق لبنانيين إلى حد ما، لبنانيين فرنسيين كمان، سنين الحرب وسنين الهجرة يعني ساعدت هالشيء، او لبنانيه انجليز او لبنانيه امريكان او لبنانيه كنديه الى اخره، او برازيليه او ارجنتينيه. وهالنوع هالمزيج هيدا هالكوكتيل هيدا بيعطي شخصيه كتير فريده. نادين جسدت هالشيء مثل ما قلت انا كوزير سياحه كتير فخور بهالموضوع، وبتامل انه هالفيلم كمان ياخذ حقه. طبعا بانتظار اني اشوفه، بس مثل ما قلت لك اذا بدي احكم على كرمال وكل هالمحاولات السينمائيه، في شيء عم نعطيه، في شيء يونيك، في شيء منا مقلدين في العالم، في شيء طالع من عنا، وفي مساج. واذا بتطلع دائما المساج عندها لدور المرأة وشو بتقدر حقيقة المرأة تعمل. وأنا بعتقد لو في عنا نسوان أكتر بالسياسة بلبنان كنا عم تخنق مع بعضنا أقل. إلى جانب وزير السياحة كان هناك جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة، كان هناك طاقم فيلم وهلأ لوين للمخرجة نادين لبكي، إضافة إلى مخرجين ومنتجين لبنانيين شاركوا في هذه المأدبة.